السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عاصفة ثلجية شديدة البرودة لم تشهدها من قبل، أدت إلى مصرع 19 شخص حتى الآن، والتي ضربت عدة مناطق واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركت أكثر من مليون شخص بدون كهرباء، وبالأخص في مدينة بوفالو داخل ولاية نيويورك. وقالت خدمة الأرصاد أن أكثر من 8 ملايين شخص ما زالوا يتلقون تحذيرات من العاصفة الثلجية في عدة ولايات. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم.